مالنكوا مسك حديد دوني دو ملاسن موج ذهيدا مسك حديد دوني دو ملاسن موج ذهيدا كلام يرتاي معني سي ماركي قرسو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كلام يرتاي معني سي ماركي. أهلا بكم من جديد لبرنامج تدريس ببرنامج تدريب المعلمين على المنهج الجديد مهارة الكتابة من الصف الرابع الثانوي. هذه الوحدة يعني نستخدمها كنموذج للتدريس في قواعد في مهارات اللغة العربية وهي مهارة الكتابة. ونحن نعلم أن الكتاب يتكون من عدة محاور. المحور يتعلق بالأدب بقواعد اللغة العربية بالبلاغة بمهارات اللغة. ومهارة الكتابة هي إحدى مهارات اللغة الأربعة وهي مهمة جدا ولأهميتها خصصت يعني وحدة خاصة. وكثير من الحكم تدل على أهميتها مثل ما هو مكتوب في بعض المقررات كل ما كتب قرر العلم سيد والكتابة قيده فقيد سيدك بالحبال الواثقة. ما دام مركع أن أقنع أن مهم أيتها مهارة الكتابة. الكتابة التي نريدها هي كتابة أكاديمية والتعبير بأنواعه المختلفة تعبير كتابي حر تعبير موجه وهكذا. إذن الكتابة في هذه الوحدة تحقق أهدافا وهذه الأهداف أهمها هي ما هو مكتوب أمامك التعرف على التلوث وأضراره. يعني الدرس الأول من الكتابة هو درس التلوث. إذن الدرس له هدف أهداف مباشرة وأهداف غير مباشرة. التلوث وأضراره هي الأهداف المباشرة للدرس. أما الأهداف اللغوية الأخرى مثل التعرف على المفردات ومهارة التلخيص ومهارة تنظيم الأفكار كلها ضمنية في داخل الدرس والمعلم يجب أن يقوم بتنفيذها. تحديد حلول اللغات استخدام النعت في الكتابات المختلفة. النعت أو الصفة النعت والمنعوت كما هو معروف في النحو العربي. استخدام النعت في الكتابات المختلفة كذلك من نطبق إن شاء الله تعالى على استخدام علامات الترقيم في الكتابة. في هذه الوحدة نحقق إن شاء الله تعالى هذا الهدف من خلال دروس يعني خصصت لهذه الأهداف أمثالها. وأيضا نحقق إن شاء الله تعالى تحليل النص المكتوب وإعادة صياغته. أن يكون الطالب قادرا على تحليل النص المكتوب. التحليل معناه ماذا؟ هو تحديد أفكار النص وتحديد الأفكار وتحديد المفردات اللغوية التي وردت والعبارات الهامة وإعادة صياغته. يعني هذا النص يعيد صياغته يعني يكتب هذا النص بصيغة أخرى يعني وذلك إن دلت على شيء مما تدل على قدرة الطالب يعني في التعبير الكتابي. التعرف على تحليل النصوص المكتوبة وتحديد محاورها. التعرف على معلومات عامة حول السيرة الذاتية. أيضا الأشياء المهمة التي سنحققها من خلال هذه الوحدة كتابة الرسائل الرسمية والسيرة الذاتية. الرسائل الرسمية كثيرة. رسائل طلب الوظيفة، رسائل الاستقالة، رسائل التظلم، رسائل طلب البيانات وهكذا. استخدام اسم المفعول. كتابة بحث قصير مع مراعاة قواعد اللغة. هذا مهم جدا. هدف مهم جدا. يعني الطالب وصل إلى المرحلة الثانوية خاصة الصف الرابع الثانوي الصف الأخير من المرحلة المدرسية يجب أن يكون قادرا على كتابة بحث قصير في موضوع ما. إذن الدروس التي تحقق ذلك سترون إن شاء الله تعالى في المقرر وما علينا إلا أن نقوم بتطبيقها. استخدام اسم المفعول في التعبيرات اللغوية المختلفة. هذا درس آخر يعني صرفي. وكما ذكرنا كل درس يعني في المهارات اللغوية يتضمن درسا تطبيقيا إما
نحويا صرفيا إملائيا بلاغيا هكذا. تحديد المجاز والمرسل وعلاقته هذا من جانب البلاغة، من جانب البلاغة. هذه هي أهم الأهداف التي نريد تحقيقها من خلال هذه الوحدة، وما يجب إلا أن نقوم يعني بتحقيقها. لكن كيف نحقق هذه الأهداف؟ أهداف سأحقق جنينها أهداف أيضا مجزأة بين الدروس التي تكون ضمن الوحدة. دروس وحدة كجرتا ألوك على قيبنا أهداف كل درس وحوق حقيقين دون أهداف وكم ذا أهداف تاس عشر كواد مركم حوقها وكم ذا أهداف تان والتلوث تلوث عشر كأه حقيقين يا أما أن كل حتى بيغنينا قيبة كم ذا أهدافتي بدنيت ووحدة إسكالهات وحدة أهداف تسمع كم ذا كان تحليل النص المكتوب استخدام علامات الترقيم كتابة مقال قصير على يعني مع مراعاة قواعد اللغة. هذه مركة الأهداف قبل وأهداف وأذيقيسة مهارة الكتابة قبل سد حدا هدف أهر ريسة وأذيقيسة مهارة الكتابة. أهداف تنك معنى التلوث أنواع التلوث أضرار التلوث نوع عشر كي قوة توس وهذه أهداف تنك لبدا أضم بيسانة وأهداف لغوية وكأه قواعد اللغة العربية مركا أهداف تنك شنك مدا واللغة هذه وتوسعة سدحنا وموضوعي مركا مر والبا ححوق لسارة يا إن لحق يجي الأهداف اللغوية. أما الأهداف العلمية والموضوعية الأخرى فهي تتحقق من خلال قراءة الموضوع فقط. النشاط ون أهداف تسير الواحد يجي وحبه ناجرني وحقبت أن أهدافتي وحقي جنو نشاط ككوات محوية درس جن نشاط وكبلا بجر مرولبا شقظة قدام بيسو الله قبنا أنا والنشاط قريقة تقويم كهلا لا أدي دونا قبل قبل عشر كعاسقنا. لكن درس جن فصل كأنت الوجرو مركل لقاه دلائه نشاط أيوك باللابنة يا نشاطنا وكل ما نيا مركا تقويم كنا وأكسي دمبيد دونا مركا أنشد هذا نقرأ النص المكتوب الآتي ثم نناقش حول كيفية الوقاية أرتا مهارة القراءة هي مهارة سكحرار نص كان قرآن هل أغريو فبعد أردد محل غربة إن أي كدوضان سيدي اللوغو هرتقي لها تلوث كان سيدي الله قبنا نسك واسك واضح ماشي هنفيري أردد وحي أغرنا يعني نسكي مركي أخريان قراءة صامتة ووقت اللي سيئو اللي قليو معلم كم حوصة مينا يا أردد وحي أقيبنا يا كوحير ير سيئي أقد دوضان موضوع عن أي أقد دوضان أردد وحي سينا يا موضوعي موضوعه كيف يمكن الوقاية من التلوث سيدي لو غورتي كرا تلوث كبعد شقدي اي سومر جرين ومجموعات كا اني اسك دحدورتان قدوميه قف سو جيديه موضوعي مركي لا سو قرو كبعد معلم كذا شقدي سمحيتها توجيهات وتصحيحات انه سميو اي نقريسا نسكي مركي قيب كميدها لو سو قادي نسك بو 10 كنت ان كلمه نسكان واحد قياسه إذا أنت دقيقة بهي هي قراءة سامي تعرض يكون فهم كرت وآخر كرت شن دقيقة لح دقيقة تضرب دقيقة حسب عشر كنت بلقيها أرد أن مركي أخريان كبعد هي قراءة سامي تو آخر سن زمان مجموعة أقيبينه وحدد كرت تضرب دقيقة سديد دقيقة إن أي وحي كفهمين وقراءة يسوق بيان و وحلقيها بقى هنا سوي الدين إذا أردت سيء ود داس كليه ويليه أردت أبود ويكون جرتا لكن لقى صعب بحيه أيه ربتا بس جدد أنت سوا مركا نسكي وقعد نجارد ذي هالشقيان نشاط ككلاء أو سدحات وعشر كان قوته بحيه والنشاط ذي عادي جها واللقطة هو أديجي وأه مرادف الكلمات الآتية مستعينا بالنص السابق مركله ايا لو قلنا بنا يا عشر كين الاخريو
ardadu maxay qorayaan markaas casharka waxay ka soo dhex raadinayaan kelimaadka muraadifka ku ah qiraa'a dhacaysa marka waxaas la sameynayaa shan daqiiqo ayaa u xadidaysa kama badan karo kelimaadkan waa kow laba saddex afar shan lix toddoba toddobadaas kelimo toddoba kelimo ku macnaa casharka dib ugu laabta ka soo saara shan daqiiqo u xadid kabacdi jawaabihii hubi asagana sidaas ayaa loo fulin doonaa hadii alla idmo nashaadka afaraad ama nashaad araabic isaguna waa mahaarat alkitaaba wa mahaarat taxadus cala tuul kelimaadkan weliba waa tacbiir muwajah waa tacbiir adii jumlada rabto aad iska isticmaalaysa maaha kelimaadkan waxaa la isticmaalayaa waxaa jumlo gelinaysaa adoo isticmaalaya alladii iyo allatii alladii iyo allatii adoo ku tadbiiqinaya ayaa jumlooyinkan kelimaadkan isticmaala leanno adaadkani ismi mawsuulku waa adaatu rab adaatu rabdi inuu ardigu bartamo ahanana luqadii isku xirkeedii ka hadlaabaa mar walba marka atalawuth inuu jumlo geliyo alladiina jumladaas laga dhex helo alhawaa alladii iyo allatii mar walba waxay ku xirnaanaysaa jinsiga iyo ku xirnaanaya haddii kelimadu mu'annas tahay iyo haddii tahay mudakar waa inay ku kala baraarujisaa ardada kelimadu markay mu'annas tahay allatiya la isticmaalaa markay mudakar tahay alladiya la isticmaalaa ardadu dabcan mudakar iyo mu'annas waa soo barteen laakiin mar kale ku baraaruji si oo tawjihaadkii ay uga qayb qaadato marka nashaadkan oo kalena dhowr maran soo aragnay nashaadka noocaani wuxuu xaqiijiyaa mahaarat taxadus iyo mahaarat alkitaaba oo isla socota ayuu labadaba xaqiijiyaa waa muhim marka nashaadkan in lagu baraarugsanaado macalimkuna uu fahamsanaado in uu muhiim yahay leanno waxaad adigu marka hore ahmiyadooda aan kaa dhaadhacsanayn ardada ahmiyad ma u yeelanayaan anshidadii weli waa socotaa annashaad alkhaamis casharku wuu dheeraa buugga ku qoran yaha waa arki doontaan haddii alla idmo nashaadka shanaad waxaan kala soo dhex baxaynaa kelimaadka meeshaan ku qoran kuwo kulid ah yamnacu almafaaji inkifaad saakhina almarad mawaaliid asufla maskaxda ka shaqaysay kelimaadkan inta badan casharkaa laga dhexelaa markaan soo saarno keliya ma lagu ekaanaayo jumla la gelinaa haddana sida amar ku cad nashaadkan waxa waaye kelimadan horta kelimo muraadif dad ku ah soo saar kelimada didka oo aad adigu keento haddana jumlo geli shaqo badanaa meesha ku taalla marka marka nashaadkan nafsa alijraa'aat allatii camilnaaha fii nashaad arbaca nashaadka afraad ijraa'aadkii aan kusoo marnay ayuu isaguna qaadanayaa haddii alla idmo marka nashaadkaasaasaan ula soconno isagana annashaad asaadis annashaad asaadis isaguna muxuu qabanayaa nashaadka lixaad waa nashaad ka mida anshidada khaaska u ah mahaaratu alkitaaba mahaaratu alkitaaba maadaama aan ku jirno hadda waxaa qasaba inay anshido badan yeelato oo iyada si gaara uu sii adeegaysaa iyo anshido kale oo ku xiraysa mahaaraadkii kale leanno kitaaba oo keligeedii ma suurogelayso qofka kaatibka ah waa inuu qaari noqdaa waa inuu mutaxadis noqdaa waa inuu yastadiicu an yucallila maa katabahu wixii uu qoray tacliil ka bixi ama sharax haddii la yiraa uu sharxi karaa marka kitaabadii wax gooni isaga socda oo madax bannaan ma noqonayso sidaas darteed waa in mar walba laakiin meeshaan muxdadan ayaa awood gaara lagu siiyey si oo firaaqo fiican loogu helo daraasaynteeda afkaartan ayaan tartiibinaynaa si isugu xigto xasba wuruudiha fi nas kabacdina maxaa la samaynaa afkaartan tartiibinaynaa keliya ma laga harayo faqra ahaana loo qoraa shaqo oo xoog lawa yacni tajanub tafriiq almawaadi alkhadira marka la yidhaahdo waa fikir laakiin fikirkan faqra ka dhig hal war oo isku xiran oo hal faqra ah ka dhig taas oo looga dan leeyahay in la ogaado awoodda wax qoris ama wax curin ee ardagaan in lagu ogaado ha fududaysanin marka mucallim waxaa lagaa rabaa in aad xaqiijiso qodobkaas marka horena casharkii inuu dib u akhriyo oo say u kala horeeyaan uu ogaado kabacdina faqaraad uu ka dhigo maxaa soo baxaya marka mawduuc nidaamsanaa soo baxaayo oo marka hore wuu kala horeeyaa afkaartiina way kala horeysaa tandiimal afkaarkii uu leeyahay afkaar walbana faqra ayay ka qoran tahay waa buug nidaam dhanaa soo baxaa marka nashaadkaas marka muhiimadiisuu leeyahay leannahu waa qudra kitaabiya waa miqyaas
ونقيس به قدرة الطالب على الكتابة وهل بيك أن أذيك سنين أردقي أو فنفور جوغا هير كيسا وحقرت أما وحعرن إن أودي كرو إن وحقرو أو فقرات أغرى نظام كتابة الفقرات أغرى أن أذيك سنين مهم جدا وأسقنا مركو إن أغانا كاس أن ولي أنشددي أيام نصعتها نشاط كأس ديدات أما النشاط الثامن في رأسنا نكتب مقالا قصيرا مع مراعاة قواعد اللغة مستعينا بما يلي سدان هذا هو فضضين أردق واللفظي ولي نشاط كان محلي رأى تعبير كان أما كتاب كان تعبير كان كتاب كان وكل محلي رأى موجه هو أردق وحلسي توجيه هذا لسي محلي رأى مقال كبر قابا أدو كلمة سنة رياضة جملة ما هي التلوث ما هي التلوث أنواع التلوث أضرار التلوث بعض الحلول المقترحة للتخلص من التلوث يعني مركان أرض واحد سيدي خضة يسير عليها خضة وقصة أنا يا سيسي وأود أنتي هراء كبل عرنا أيه اللي كره لأنه مملها وحابه وكأن بقى ذوها استها مركان لكن كل جس لسيدا يو وكفضوا ده سانا فضوا مركا أرضا أودوا ده بس عنا يسامروا لنا مركي أي حاجة أودوا ضعيف تاي حساس عناصر الموضوع عسينا يسامروا لنا مركي سلا ده هاي وحاجة حقي هنا موضوع على سيدا صدر هذا أحدد كرت أحدد كبعد أي واحد كان أرق مقال كان مركز سيدا نشاط كان مركز سيدا لو فلنا يا حلو فلنا قاب جماعي أرد وتحريري هدناء وجماعي تحريري جماعي مركز مركز اللي هذا محله بهاي تقسيم الطلاب إلى مجموعات أيضا شروطه نظام كمجموعة قلنا إلى لنا مجموعة محاكمة شروطه هذا الله تكون الله يكون الأعضاء كلهم متجانسين أعضاء أعضاء قلنا إني سن تجانس قال إلى لنا أعضاء قلنا إني اسكو مدن قلنا ضد وضع متوسدين أما وضع ضعفاء أما وضع أذكياء متفوقين إني وضع النقضان لما أقول وحال الرباء شروطه الجماعة هذه كمتها أما مجموعة إلا إلى ليو مستوها مروا الفروق الفردية جماعة وإني ككوب ناتام المستويات الثلاثة للدولاب الذين تدرسهم أردو وحرني قيسي سدح للمستوي وإني كجرتها وإني سأعاد أتربطنان لأنه مشاركة إيران يسهدي تربط ناتو هيا إلى لنا يا مشاركة إن إيراتو وإن أيضا نقن جماعة وهل قفسكه جانسنا يا كليا وأن وذا مشاركة هي برنامجك وحياة بدن النوع عسل لقى فيرنا يا جماعة وإن يشان قائد وإن يشان قف نوت قراء أما قراء ملاحظاتك إن ليه قف مقدمة وحسو جيدية بركة قدام بيسا وإن ليهن إيو ملاحظة المعلم أن تكون مستمرة وإن جوكت النقطة ملاحظة معلم ومجموعة كهين إيو مركة مجموعة شروطه إذا سنور مرة وأرقني هدنا والي حسوسي موضوع عن مركة وسداس أما النشاط كان سداس أيو كوب حياة ساقنا دي على الإدمة وكوب حدونا نشاط كسقالات وعشر كتابة درس أهري أولية ونشاط أسونا حددا صدر ديسة أود ديسة ونه حرأة نشاط حر مركا اللي هي أردق مركا اللي سي عناصر الموضوع لما سين امشي أنت عناصرتي كنسو معلومة دي عناصر تاس أكا قرر لهدنا كنسو شن إيطمان صدران كاربا وحي أكو داري كرتنا ونصيبك مركا نشاط كان أسونا نشاط مهمة دي سلوة ومر والبقى لغا مارمهن وحاربنا مر والبقى إنا نهبب أن نسيانا أغا تنازلين تدريسك دروس قواعدها قواعد اللغة العربية هدب إنا كنت بقنا مركا قيبتها وحام كفيرنا إنا دروس القواعد إنت بضن أرددا سوماليدا نحوذا يصرفي إبضيهن وأركان لكن حقيقة ما إبضنا أنا أمن سنة هاي نحو ذا يصرفه إني كده بيريهين حسابتي في سجسك إيوه كده بيريه سببته ووحير أو فضوط ولا فهم كره لكن وحاقبك كينا لقيا أبو دريغة
macallinku uu marsiiyo ardada oo laga yaabo in ay jid oo raf ah inta marsiiyo uu yiraa kan looma soo laaban karo mar dambe oo mar dambe gacan ka taago. Marka waxaa fiican si fudud ardayga in baashaan loo fahamsiiyo qaab oo tadbiiqiya aan ahayn xifdi, laanno qawaacid lama xifdinteedu macno ma samayso. waxaa macno sameeya ardaygu markuu u baahdo ism mafcuul inuu isticmaali karo bis. intaasaa muhiimaddu tahay, uu samayn karo. laanno haddii laakiin uu xifdiyo qaacidadii, laakiin haddaad tiraahdo jumlo oo ism mafcuul ku jira samay, uusan samayn karin, waxaa taas macno ma kordhinayso. wax la xifdiyey waxaa ma noqonayaa. marka darsi kasta oo qawaacida shaqada ugu badan ardada ayaa qabanayo, alqawaacid aluqawiya oo dhan ardada ayaa qabanaya, duruus sarfiga hadday tahay, naxwada hadday tahay, balaaqada hadday tahay. dariiqada la isticmaalayo waa addariiqa alistiqraa'iya. addariiqa alistiqraa'iya dad badan oo macalimiina way yaqaanaan, wax badan waa sheegnay, waa ku celcelinay, waa dariiqada ku habboon wax qawaacidda ku shaqeeyo dhan in la dhigayo lagu dhigo. naxwada keliya maaha, xisaabtay ku habboon tahay, fiisigiskay ku habboon tahay, kul wax qawaacidda ku shaqeeyo dhan ay ku habboon tahay. macnuhu waxa waaye ardayga qaacido qallayla inaan la siin marka koowaad, laakiin lasoo dhaqaajiyo, amsilo lasoo taxliiliyo, isagu wax ka taxliiliyo, soo socdo sidii loo leeyahay, maxaa aragtaa haye, maxaa kuu soo baxay, akhiiran meeshii loo socday in la geeyo. dariiqadaas marka waa ansabu dariiqatin litadriis almawaad alati tacmalu bilqaacida, maadooyinka qaacidada ku shaqeeyo dhan. marka fiiri ardayga markii aan amsiladan isaga inta u dayno aan idhaa taxliili, waxaan dhahno fiiri amsiladan ay ism mafcuulku wax isagu ficilkii uu ku dhacay uu sheegaa, ma ogtaa? masalan qaatil markii la yidhaahdo waa qofkii falka sameeyey, ism mafcuulku wuxuu u taagan yahay qofkii lagu sameeyey falka. maqtuul buu noqonaa marka, qaatil maqtuul. haye taariq, qofkii tegey waa tegitaanka sameeyey, qofkii lagu sameeyey wixii laga tegey sheekadii, matruuk waa meel iska fudud. faatix, qofkii wax furay waa albaabka, laakiin maxaa la furay? qurfadaa la furay, maftuux albaabkaa la furay, maftuux waa la furay. wax noocaas oo iska fudud waa arday qaabkaas haddii inta loo soo geliyo, markaas ka bacdi amtilada lasoo wax ka qabto shaygaas, waxaan isleeyahay si fudud ayuu u fahmi karaa. marka ardayga ha marsiinin qaacido inta ku dhifato intara miisaalkeedina wakaas wax laga wado isagoo aqoon, laakiin waxa ugu keen amsilo oo noloshiisa quseysa. tusaale, saakay waa soo quraacatay, waxaa cuntay alkhubz. shaqada dhacday horta maxay tahay meeshaan? al-aklu waa shaqadan, soomaa falku al-akl. falka marka fal markuu dhaco, laba arin ayaa daruuri ah, arimo badanaa daruuri ah, laakiin cid marka saameyntiisa marka la fiirinayo, laba arimood ayaa daruuri ah. falkan qof sameeyey waa inuu jiraa, wax uu ku dhacayna waa inuu jiraa, soomaa waxa sameeyey waa ism faacilkii oo aan casharadeennu ka mid yahay si laftiisa aan soo aragnay, form 3 soo aragnay, ism faacil. adi marka maxaa tahay? aakil. khubziguna muxuu noqonaa marka? kii la cunay waa mafcuul, ma'kuul wa ma'kuul. bas intaas un waa waxa waa intaas. marka macalin ninkan isim mafcuul marka la yiraa waa kan, kii wax lagu sameeyey waa isim faacilna kii sameeyahaya la waa falkan dhacay bis. haye adiga marka casharkan qorto maxaa tahay? waxa dhacay horta falka dhacay muxuu yahay? waa alkitaaba. haye adiga maxaa noqonaya marka? kaatibaa noqonaya. haye darsiguna muxuu noqonaa? maktuub, kii la qoray noqonaa. intaas un marka isim mafcuulku waa falku wuxuu ku dhacayay. adiga amsilo oo shaqada uu qabto ardaygu maalinlaha ka mid a inaa casharkii qawaacidadaha ugu tadbiiqiso naxwadii sarfigii si fudud ku fahmi karaa. laakiin haddaad tidhaahdo zaydun maqtuulun, zaydkii yaa waaye intii lagu dilayna, waxa waaye su-aal kala imaanaysa meesha moogtaan.
taas marka aan ku dadaalno in aan isku dayno in aan amsalada keenno waaqica mar walba amsaladan ardaga ka shaqeynayo xaquuqaasana idaaha idaaha wax badan u fududeynaa ardaga idaaha markuu isha mariyo qiraa'a saamita waxa awoodi karaa wixii amsaladan idaaha inuu isku xiro ka bacdina istintaajka si fudud xataa hadaan loo sheegin haduu intaan fahmo asaa gaari karo laakiin ku sin adii intuu horta shaqada qabanayo adoo uga hormarin shaqadii okay istintaajka casharka waa kan istintaajka sidii shalaba aan sheegnay adiga ha qorin ha la soo ordin adi ardada ka sug ardada amsilay soo taxliiliyaan idaaxay soo akhriyaan haye bacda taxliilikum lihadihi alamthila wa bacda qiraa'atikum lilidaax okay maada fahimtum maxaad fahamteen اسم مفعول محل دهي كرا وان ميسان لغا عدايا او كا عدايا استنتاجكم مركا ياتي من افواه الطلبه مر ولا مسخخده كو هاي اعتمادا على الامثله التي تم تحليلها ارددو مر ولا ايغو اعتمادا وخي سو تحليليان وان ارددم او كيمادو دنعس وان او كيمادا حدي كلا انت تحلل الأمثلة وتقرأ الإيضاح وتقرأ الاستنتاج وتكتب الاستنتاج ولم تترك للطلاب شيئا أردت وحبك ما هذا تقيم أذيك الله شغلي وط تاس وحواي وحكفي عن أسوء إنه شغلي دعوه يعمل وحيا بها نقدر مركا درس دروس قواعد يا بلاغة أنت بضن وحا إيمانا الفهم والاستيعاب وحلي رهذا لأنه قاعدة فهم الربطاء qaadadan faham ay u baahan tahay waxa ay ku dhaqan gali oo ardaygan ku dhaqan gali kara waa inuu fahmo haduu xifdiyo qawaacida dhan oo naxwaha laakiin uu sa fahamsanayn hal xabba ma u tarayso marka waa inuu fahmaa fahamkaas iyo anshadada kala dhan ardada ayaa qabanaya macallim adoo hoggaamiye ka tahay shaqo badan oo kale kuma lihid hoggaamiye murshid muwajjih musaxix wixii la qaldo inaa saxdo ayaad ka tahay marka muhiimadu waa intaas uun inaad ogaato okay dhuruusta qawaaciddana waxaan dhahnay mar walba waxa qasaba inay ku xirnaato bil maharaat luqawiyya oo asharkan wixii ku jiro dhan in dhinaca asal lagu xiro al fahm wal isti'aab kuwa kana hada isma mafcuul ka samayn su'aaluhu maxay samaynayaan ardada shafahiyana uga jawaabayaan marka hore laana al kitaabata tadallabu waqtan hadii kitaabada waqti aw heshana waqti kitaabada ku fiican kabaadi macallimku wuxuu weydiinaa si aan u ogaano wuxuu weydiinaa macallimku jumlooyin isma mafcuul uu ku jiro tadbiiqa la rabaa moqta waxa leeyahay inuu isma mafcuul fahmay in kale siduu ogaanaa wuxuu ku ogaanaa wuxuu leeyahay shan jumlo oo jumla kasta isma mafcuul ku jiro qor waana ku jirtaa anshadada casharka ogaadaya waa kan oo ku jirtaa nadacu khaddan tahta isma mafcuul thumma amthila la siiyey waxaa lagu yiri isma mafcuul hoosta ka xariiq meesha ku aragto wasankiisana sheeg isma mafcuulka hadhowda u kala baxayo thulaasi iyo gayru thulaasi qawaaciddoodi macallimkii marka casharka aduu mar kaliga haddaa iska wadato marka qaacidadii ardayga fahamsiinaysana baydad alfiyaa ama baydad sarfiyaa ku dul akhriso ma anfacayso taasi calaa takhasus markii la gaaro waayo taasi baydad alfiyaa iyo waxaa isticmaali kartaa ninkii ku takhasusay lugu carabiya marka wax u dhigayso wax kale waa taas laakiin ardagan inaad tiraahdo isma mafcuul isma mafcuul markuu thulaasi yahay min di thalathati bil mafcuul mutazina wama ataka fa'ilin fa huwa qad udila ha badr diinka ku qoran tahay saas waa markuu gairu thalathi yahayna wa bismi fa'ilin gairu di thalathati ji wazn al mudari' laakin awalan ju'ila mimman tadamma in ma qabla akhiri fatahat saras al mafcuul wa qad hasala abyad hada usu أكون دول أخرس ماذا فهمه هو فهمه هذا اللي يقان سو حفظي هرتا مركا نظام تطبيقي وأمثلة جريجي سلقيه اللي كراه هو التطبيقي هدي ال إدم مركا مهارة داس كتابة دا أمثلة بدن في عنال هذا كسي بحنه وعاجر ترى رسائل رسمية أو بوك بقرن أيضا معلم كوا حال ربع تطبيقي إنه أد وبراروك سنة هذا أنت سام كسوق يوم قبل السلام عليكم كلام يرتاي معنى سيماركي قرسوم